سامعني كده يا ريت اللي موجود يعرفني انكم سامعني. معلش عشان نبتدي. في صوت خالص ولا ايه؟ بس مفيش صوت خالص. طيب سوري مش عارف اطلب ادخل تاني. ستيل مفيش صوت. ستيل مفيش صوت. مفيش صوت يا جماعة. طيب اتس اوكي. نتكلم يا جماعه عن ال عن ال طيب موجود يعني دلوقتي. ماشي اوكي. نتكلم عن الموضوع النهارده البرودكتس. احنا قلنا المره اللي فاتت ان احنا ازاي نعمل اناليسز للفيس وازاي امتى اختار اعمل بوتوكس امتى اعمل فيلر امتى ايه نوع الفيلر اللي استخدمه امتى اعمل ريجوفينيشن امتى اعمل بيل امتى وهكذا. وطبعا هنكمل بعد كده. النهارده تحديدا هتبقى للبوتوكس وعايزكم تركزوا قوي معايا. البوتوكس يختلف عن الفيلر انه ماثيماتكس. يعني البوتوكس ده كل واحد زائد واحد يساوي اتنين رياضه. الفيلر بيبقى الفيلر محتاج سنس ومحتاج يعني الكومن سنس بتاعك انت عشان تقدر. لكن البوتوكس ما فيهوش كده. البوتوكس واحد زائد واحد يساوي اتنين. بوتوكس رياضه صرف يعني. تمام. طيب انا بعمل بوتوكس ليه؟ بعمل بوتوكس عشان اشيل العضله. انهي عضله اللي اشيلها؟ العضله اللي عامله لي اكسبريشن مزعج. عملت اكسبريشن مزعج ازاي؟ مع الوقت ومع الزمن بدات تعمل لي حاجه اسمها دايناميك رينكلز. دايناميك رينكلز اللي هي ايه؟ اللي هي زي ما حضرتك بتعمل تعبير معين سواء باندهاش بفرحه بخضه بتعمل اي تعبير من ده بيطلع الرينكلز اللي سيادتك شايفها دي. بسميها ايه؟ بسميها دايناميك رينكلز. عمليه طبيعيه بتحصل لكل الناس ولكن هي الحقيقة بتختلف من شخص لآخر. هتطلع بقى تحصل بدري امتى تتأخر امتى عند بعض الناس. هو ده الفيصل شوية. الاختياراتك في البوتوكس محدودة زي ما بقول لكم. هو رياضة تمام. فمفيش دور ليك قوي في انت الاختيار محدود وانت عارف انت بتعمل ايه والوضع كله ماثيماتكس زي ما قلت. الاول لازم بادئ زي بدء كده اعرفك يعني ايه muscles of facial expressions. muscles of facial expressions دي قبل ما ابتدي البوتوكس قبل ما ابتدي اي حاجه. muscles of facial expression هو كده يا جماعه. صوت واطي ولا صوت كويس؟ صوت واطي ولا صوت كويس؟ صوت واطي ولا كويس يا جماعه؟ صوت واطي ولا كويس؟ ماشي عشان بس يعني عرفوني الصوت كده كويس. طيب اوكي. المسلز اوف فيشال اكسبريشن ده انا هشرحها عليا وهوريك صور بعد كده فركز معايا. ايه هي المسلز اوف فيشال اكسبريشن دي؟ لازم تحفظها صم قبل ما ايدك تمسك سرنجه وتحقن بوتوكس. خد بالك المنطقه بتاعت الفورهيد دي فيها عضله عامله زي جناحين كده.
ماسكه ما بين الفورهيد والاوكسيبت، بنسميها اوكسيبتو فرونتاليز ماسل. هي الحقيقه مش عضله واحده، هي عضلتين في بعض. عامله المنظر ده، جايه من الريدج اللي على الاوربت هنا، ولما طالعه ماسكه في الاوكسيبيتال ابينيروزس، بنسميها اوكسيبتو فرونتاليز ماسل، عامله زي المنظر ده. الاوكسيبتو فرونتاليز ماسل دي مسؤوله عن ايه؟ مسؤوله عن ايه؟ اليفيشن بتاع الاي برو. هي ذا اونلي اليفيتور اوف ذا اي برو، اسمها اوكسيبتو فرونتاليز. احفظ كويس قوي معايا، يبقى اوكسيبتو فرونتاليز ماسل هي العضله المسؤوله عن الاليفيشن بتاع الاي برو، وهي دي العضله ماسكه من الاي برو للاوكسيبتو ابينيروزس وصل ور. اوكي، هي العضله دي عامله المنظر كده بالظبط. جميل جدا. دي بنسميها ذا اونلي اليفيتور اوف ذا اونلي اليفيتور اوف of eye prep. اوكي، تاني حاجة زي ما قلت، في elevator للاي برو، في depressor للاي برو. تمام، في depressor للاي برو. طيب الدبريشن ده يا اما medial يا اما ايه lateral، يا اما medial يا اما lateral. ايه الحاجات اللي بتجيب للاي برو medial كده؟ عندي عضلتين لازم احفظهم زي اسمي. العضله الاولانيه اسمها كوريجيتور سوبر سيلي او كوريجيتور سوبر سيلي اي، ودي عضله اللي هي حضرتك اللي انا ماسكها بايدي كده. الكوريجيتور سوبر سيلي دي جايه من نيفال بريدج كده، وطالعه ماسكه باللاترال هيد بتاعتها في السكن. العضله دي ليها ميديال هيد ولاترال هيد بالمنظر ده. الميديال هيد هي البالك العظيم ده، واللاترال هيد خفيف قوي وطالع ماسك في الجلد من بره. طيب هي دي مسؤولة عن ايه؟ مسؤولة انها bring the eye brows downward immediately. مع عضلة تانية واقفة في النص كده اسمها ايه؟ posterior muscle. مع عضلة تانية داخلة واقفة في النص وماسكة في الجلد في النص، في اللور بارت بتاع occipital frontalis هنا، اسمها ايه؟ posterior muscle، ماشية في المنظر ده كده بالظبط. يبقى انا عندي هنا اتنين كوريجيتور سوبر سيلي، وواحده في النص اسمها بروسيريس ماسل، وعندي عضله من هنا لهنا اسمها اوكسيبتو فرونتاليز ماسل. جميل. طيب جميل جدا، زي ما قلنا ان في ديبريسور وميديال ديبريسورز الاي براو، في لاترال ديبريسور الاي براو. لاوني لاترال ديبريسور اوف اي براو از اي اوربيكولاريس اوكيلاي ماسل. ذا اونلي لاترال ديبريسور اوف ذا اي براو از اوربيكولاريس اوكيلاي ماسل. يبقى تاني قلت ان عندي اوكسيبتو فرونتاليز بترفع، واتنين بيجيبوا ميديالي، تعمل لي التكشيره دي اللي هم ايه؟ البروسيريس في النص، والكيرجيتور سوبر سيلي هم اللي هم الاثنين اللي لاترال. الكيرجيتور سوبر سيلي ليها واحده ميديال دي وليها واحده لاترال دي. اوكي، جميل جدا. الاوربيكولاريس اوكيلاي هي العضله المسؤوله عن انها بتجيب لي الاي براو داونورد ولاترال. حلو، حلو قوي. بعد كده في عندي الباني نوز دي او الباني سمايل ده او الباني لاينز، لما واحد بيعمل الكشكش مناخيره كده. عندي عضلتين هنا او هم عضله واحده بجزئين، جزء البروكسيمال ده وجزء الديستال. الجزء البروكسيمال دي تمام، دي الكونستريكتور نيزاليس. الجزء اللاترال دي اللي هي مسؤوله عن الايه؟ عن الايلا نيزاي، ده الدايليتور ايه؟ نيزاليس. يبقى في عضله هنا اسمها كونستريكتور نيزاليس، وفي عضله هنا اسمها دايليتور نيزاليس. اوكي، يبقى كونستريكتور نيزاليس وايه؟ ودايليتور نيزاليس. اوكي، طيب خد بالك معايا. يبقى احنا قلنا اوكسيبتو فرونتاليز هي العضله، انا مش عارف كده افضل عشان الضوء، اللي احنا قلنا العضله الاولانيه اللي هي الايه؟ الاوكسيبتو فرونتاليز، ودي اللي ماسكه في الاي براو لما للايه؟ للاوكسيبتو ابينيروزس. وقلنا بعد كده الاثنين اللي في النص هنا اللي هم الكوريجيتور سوبر سيلي والبروسيريس ماسل. وبعد كده قلنا عن حاجات اللي هي بتعمل داون وورد بتاع اللاترال بتاع الاي براو، ودي اسمها اوكسيب، ودي اسمها اوربيكولاريس اوكيلاي ماسل. وبعد كده اتكلمنا ان انا قلت عندي المنطقه دي في النيزاليس ماسل هنا ليها كونستريكتور باند، وليها هنا الدايليتور باند اللي بتعمل دايليتيشن بتاع الايلا نيزاي. حلو قوي. طيب الليب مخلوقه في مكانها الطبيعي ده ازاي؟ مش متتمرجح لفوق ولا تحت ليه؟ عشان في عندي حاجه اسمها اليفيتور اوف ذا ليب، هم اللي ماسكين الليب في مكانها الطبيعي. فاكرين لما كلمتكم على الانفرا اوربيتال فورامينا، حط ايدك عليها كده جنب الانفرا اوربيتال فورامينا بالظبط هنا، في عضله جميله كده طالعه من تحت المجزل، طالعه من تحت الاوربيكولاريس اوكيلاي ونازله ماسكه في الليب هنا. تمام،
اسمها ايه؟ اليفيتور ليفيتور ليبياي سوبريوريس اليك نزاي، ليفيتور ليبياي سوبريوريس اليك نزاي، ليفيتور ليبياي سوبريوريس اليك نزاي. جنبها على طول ليفيتور ديبريسور ليفيتور ليبياي سوبريوريس او ليفيتور انجلوريس، ليفيتور ليبياي سوبريوريس او ليفيتور انجلوريس. يبقى في عضلتين عاملين المنظر ده، العضلة الأولانية جاية من تحت المجزلة من عند الانسيرشن بتاع الأوربيكولاريز أوكولاي ونازلة تحت، اسمها ليفيتور ليبياي سوبريوريس إليك نزاي. العضلة التانية جنبها على طول اسمها ليفيتور أنجل أوريس بتاعت الأنجل. جنبهم زيجوماتيك ميجور وجنبهم زيجوماتيك ماينور. يبقى ليفيتور ليبياي سوبريوريس إليك نزاي، ليفيتور ليبياي سوبريوريس أو ليفيتور أنجل أوريس، زيجوماتيك ميجور وزيجوماتيك إيه ماينور. جميل جدا. تحت في عضلتين عايزك تعرفهم، في حاجه اسمها ديبريسور انجل اوريس من الانجل بتاع الماوس لحد الانتير بوردر بتاعه الماسيتر، اسمها ديبريسور انجل اوريس. وعضله ثانيه ميديال ليها اسمها ايه؟ ديبريسور ليبيريوريس انفيريوريس او ديبريسور ليبياي انفيريوريس، ديبريسور ليبياي انفيريوريس وديبريسور انجل اوريس. دول عضلتين عاملين كده بالظبط، ديبريسور ليبياي انفيريوريس، ديبريسور ايه انجل اوريس. البكريز اورز دي العضله اللي مسؤوله عن ايه؟ وانك تصفر حضرتك وانك تنطق بعض الكلمات وانك تعمل الدايليتيشن بتاع الماوس، تمام؟ العضله اللي هي الايه اسمها اوربيكولاريز اورز. يبقى المعضلات بتاعه الفيشل اكسبريشن هعيدها تاني، الاوكسيبيتو فرونتاليس ماسل، الكوريجيتور سوبر سيلي، البروسيريس ماسل، الاوربيكولاريز اوكيلاي ماسل، الليفيتور ليبياي اليك نزاي، ليفيتور ليبياي سوبريوريس، زيجوماتيك ميجور، زيجوماتيك ماينور، ديبريسور ليبياي انفيريوريس وديبريسور ليبياي انفيريوريس وديبريسور انكل اوريس من اسمها. وفي هنا بلاتيزما مصل، تمام، وهنا الاوربيكولاريس اوريس انفيكشن. حلو. طيب هقول لك كل واحده مسؤوله عن ايه. الاوكسيبيتو فرونتاليس مسؤول عن الفورهيد لاين زي ما انا بعمل المنظر ده، والاول بتبقى ستاتيك بعد كده بتبقى دايناميك. شايفين الرينكلز دي اسمها دايناميك رينكلز اللي مسؤول عنها الاوكسيبيتو فرونتاليس ماسل. جميل. التكشيره ال111، الخطين اللي مجتيرين انا دول معاش بقرب بشكل يبقى مرعب كده، انا هبعد شويه. الخطين دول اسمهم ايه؟ الفيرتيكال لاينز دول بيتعاملوا بايه؟ بيتعمل بالكوريجيتور سوبر سيل. في ناس عندها ترانسفيرس لاين هنا بيتعمل بالايه؟ بالبروسيريس ماسل. الخط عمودي على عضله، احفظها كده عشان تسهل على نفسك. الخط اللي بيتكون في الجلد عمودي على عضله، عمودي على الانسيرشن بتاع الايه؟ بتاع العضله، انها بتشد الجلد الايه؟ لتحت في عكس اتجاهه. خلاص. طيب اللاينز اللي هي الكروس فيت دي اسمها كروس فيت، ليه مسؤول عنها مجموعه الاوربيكولاريز لاترال بارت بتاع الاوربيكولاريز اوكيلاي. جميل جدا. طيب الباني لاينز مين مسؤول عنها؟ الكونستريكتور بتاعت الايه؟ بتاعت الايه؟ الكونستريكتور بتاعت النوز او اللي هي النزاليز ماسل. طيب ايه اللي مسؤول عن الجامي سمايل؟ الناس اللي بتضحك فاللسه بتاعتها تبان، ايه اللي مسؤول عنها؟ لما بتكون الاوفر اكتيفيتي بتاعت اوفر اكتيفيتي اما ده الطبيعي بتاع الايه؟ بتاع الليفيتور ليبياي سوبريوريز اليك نزاي او الليفيتور ليبياي سوبريوريز او الزيجوماتيك ميجور او الزيجوماتيك ايه؟ الزيجوماتيك ماينور. طب ايه اللي مسؤول عن دايناميك ماريونيت لاين؟ هي الديبريسور انجلو اوريس، دي اللي مسؤوله عن الدايناميك ماريونيت لاين، الخطين اللي هنا بس لما يكونوا لسه دايناميك مش ستاتيك، تمام. الفيرتيكال لاينز بتاعه المدخنين او في الاولد ايج اللي بتبقى موجوده هنا، تمام، دي اللي مسؤول عنها ايه؟ الاوربيكولاريس اوريس. تمام. اوكي يا جماعه، هو الصوت واطي ولا ايه؟ عشان انا مش عارف. صوتي واطي؟ طيب تاني نقول الاكسيبيتو فرونتاليس، كوريجيتورز، بروسيريس ماسل، اوربيكولاريز اوكيلاي ماسل، كونستريكتور نيزاليس وايه؟ موديليتور نيزاليس ماسل، ليفيتور ليبياي سوبريوريز اليك نزاي، ليفيتور ليبياي سوبريوريز. صوتي واطي؟ حاضر، انا اسف، انتوا ما وصلكوش اللي فات ده؟ في ناس بتقول ان الصوت كويس. طيب يا جماعه، الواطي عندهم ممكن يسمع من الهاند فري بعد اذنكم؟ الواطي عنده ممكن يسمع من الهاند فري؟
اعمل ايه يعني، واطي ولا عالي يا رب. خيرتني طيب يعني مش واطي. اوكي طب معلش يا جماعه، اللي واطي عنده يسمع من هاند فري معلش. طيب يبقى احنا كده بنتكلم عن ايه؟ عن العضلات بتاعت الايه؟ المسلز اوف اكسبريشن. بنتكلم على عضلات المسلز اوف ايه؟ اوف اكسبريشن. تمام؟ قلنا ايه؟ قلنا ان انا عندي الاوكسيبيتو فرونتاليس، كوريجيتور، اوربيكولاريس اوكيلاي، ليفيتور، ليبياي سوبريوريس اليك نزاي. انا بعيد وازيد عشان احفظك الكلمات عشان ما تبقاش غريبه عليك. ليفيتور ليبياي سوبريوريس، وبعدين عندي زيجوماتيك ميجور وزيجوماتيك ماينور. خلاص جميل قوي. وعندي هنا ديبريسور انجل اوريز تمام، ودايليتور وكونستريكتور ايه نزاليس ماسل. خلاص طيب جميل جدا. هو ايه مدار بوتوكس ده يا عم حاج؟ البوتوكس ده هو البوتولانوم توكسين تمام. عارفين ان البوتولانوم توكسين ده هو في ظروفه العاديه هو بيعمل توكسيستي، بيعمل سكيت المسل باراليسز، وممكن يعمل لي سبايتري المسل باراليسز ويعمل لي ديس. لما خلط بقى استخدمناه عشان نعمل ايه؟ نعمل بارشال باراليسز للعضلات بتاعه الفيشال اكسبريشن دي عشان نمنع انها تبقى ستاتيك، وفي نفس الوقت عشان نعالج الديناميك اللي موجود. طيب حلو قوي. التوكسين ده في منه 7 انواع بينفعنا في استخداماتي رقم A وB. حلو. هو بيعمل زي بارشل بارز العضله، بيشيلها من 4 لـ6 شهور. جميل. بحتاج اعمل كل 6 شهور وبحتاج اعمل كل 6 شهور. تمام حلو قوي. طيب هل التوكسين ده ممكن يبقى دائم او بيعمل نتيجه دائمه؟ مطلقا. طب هل كل ما بعمله زياده بقلل بعد كده محتاجش اعمله؟ لا مطلقا، هتفضل بضل اعمله من 4 لـ6 شهور على طول. بس فكرته ان اللاين ده بدل ما هو هيبقى ستاتيك هيفضل دايناميك لاين. حلو. ايه التوكسين ده بيشتغل ازاي؟ الطبيعي يا جماعه عشان تبقوا عارفين، الموتور اند بليت بيجي الفيزيكل بتفرز النيورو ترانسميتر بتاعها اللي هو الاستايكولين. طب الفيزيكل دي بتمسك في النيرف اند، بتمسك ازاي في الـ في الـ في الماسل او النيرف الموتور اند بليت؟ بتمسك عن طريق حاجه اسمها سنير كومبلكس. خلاص. وبعد كده تفتح وتنزل الاستايل كولين بتاعها. طيب جميل قوي. يبتدي يحصل بيه الاكشن بوتنشال بقى، وتبتدي تاخد تمشي بقى في السكه. البوتوكس ده بيعمل ايه؟ البوتوكس ده له هيفي تشين، اتش تشين ولايت تشين. بيعمل ايه؟ بيجي البوتوكس ده بيقف على الريسبتور مع الاند بليت ده، وبعد كده عن طريق الاتش تشين دي بتزق البوتوكس عشان يخش، واللايت تشين تخش والاتش تشين تقف. بعد ما يخش بيعمل كومبلكس. كومبلكس مع ايه؟ مع السنير كومبلكس اللي كان موجود بره. فبالتالي يمنع ان الاستايل كولين يجي يقف وينزل الفيزيكال بتاع الفيزيكال تفتح وينزل ايه؟ ينزل الايه؟ الشغل بتاعه. الموضوع ده بيستمر من 4 لـ6 شهور. بعد كده ايه؟ يبتدي ايه بقى ايه؟ الموضوع يحصل له ايه؟ يرجع زي الاول بقى، وما عادش يبقى فيه الفكره اللي بقول لكم عليها. انا عايز اوريكم الرسمه دي معلش. ده الطبيعي. الطبيعي ان احنا عندنا هنا في حاجه اسمها سنير كومبلكس تمام، في حاجه اسمها سنير كومبلكس زي ما انت شايف ده تمام. السنير كومبلكس اللي هو الازرق ده بيجي السينابتيك فيزيكال اللي فيها الاستايل كولين، تقف مع الايه؟ تقف على السنير كومبلكس وتطلع النيورو ترانسميتر بتاعها ده زي ما انت شايف كده بالمنظر ده تمام. طيب هو بيعمل ايه بقى الاخ البوتوكس؟ ظريف خالص. البوتوكس البوتولانوم توكسين اهو بينزل يجي ايه؟ يعمل لي سبليتنج للايه؟ للسنير كومبلكس. فتعدي الفيزيكال دي من غير، لان هتلاقي السنير كومبلكس ده متقطع ومتكسر مش هتعرف تقف عليه، فبتعدي وما تنزليش الاستايل كولين بتاعها. حلو؟ طيب وضحت الفكره؟ يا ريت يعني انتر اكت كده عشان يعني ابقى فاهم انتوا واصل لكم الكلام ولا لا. تمام، يا ريت انتر اكت عشان ابقى فاهم انا واصل لكم الكلام ولا لا. طيب هوريكم الرسمه دي سريعا قبل ما ارجع تاني على ايه.
بص المصر دي الفرونتاليز مصر اللي احنا قاعدين نحكي فيها، انا بقى بالبوينتر اهو بنعلم عليها، دي الفرونتاليز مصر اللي هي الاوكسيبيتال فرونتاليز مصر. طيب احنا هنا للاسف متشالك كورجيتور، بس هوريها لك في رسمه تانية عشان اوريك الكورجيتور سوبر سيلي. دي اللي في النص دي اسمها البروسيريس مصر، تمام؟ اللي في النص دي اسمها بروسيريس ايه مصر. شايف اي دي؟ دي اسمها، افتكر اي دي ايه؟ اي دي اللي هي الكوريجيتور مصر، يبقى دي اللي في النص البروسيريس ودي الكوريجيتور. الاي والبي دول الاوربيكولاريز اوكيلاري، السي دي اللي هي الايه الفرونتاليز مصر. خلاص طيب جميل قوي. تاني يا سين لازم تحفظ زي اسمك الموضوع ده، البروسيريس، الكوريجيتور مصر، الاوربيكولاريز اوكيلاري مصر، اوكسيبيتو فرونتاليز مصر. شايف تحت هنا الدبريسور انفيريوريز اللي بيار انفيريوريز، ودي الدبريسور انجل اوريز. العضلات بتاعتنا بقى زي جوماتيك ماينور وميجور، والليفيتور لبيار سوبريوريز، والليفيتور لبيار سوبريوريز اليك نزاي، والاي والاوربيكولاريز اوكيلاي مصل، ودي البلاتيزما تحت. خلاص طيب اوكي جميل جدا. نرجع لي بقى كده. احنا قلنا، انا عايز اقول لك كم تكه بقى كده عشان ايه ما تتورطش، لان هنا انت المريض بيدفع فلوس وجاي تجمل، ما ينفعش تضحك عليه ولا ايه ولا انت تتورط معاه. بمعنى ايه؟ انا جالي المريض بعمل له اناليسس، خلاص انت محتاج بوتوكس، هعمل لك بوتوكس. حاضر. طيب انت محتاج بوتوكس وانا هعمل لك بوتوكس. طب سيادتك اللاينز دي ايه؟ اللاينز دي ستاتيك ولا دايناميك؟ اللاينز دي لو دايناميك بس هقول له حضرتك هتعمل بوتوكس هتحسن بنسبه 100%. اللاينز دي لو ستاتيك خلاص بقت على الثابت، انت هتعمل بوتوكس في الابر فيس لان مش مستحب تعمل فيلر، وبعد ما تعمل بوتوكس هنقرر بنسبه 60 او 70% هتتحسن، هيتبقى جزء خفيف هنشوف ان كنا هنعرف نعمل فيلر ولا هنعمل اي مانوفر تاني. واصله؟ الكلام ده غايه في الخطوره والاهميه يا شباب. جميل جدا. هنبتدي مكان مكان كده وهنقول ونعيد ونزيد كذا مره ما تقلقوش لحد ما نوصل وتبقى الامور واضحه. اول حاجه هنحقنها الفورهيد لاينز. الفورهيد لاينز جميل جدا، المريض ده بيجي يرفع، هيعمل يرفع حواجبك، الاونلي اليفيتور بتاع الاي براو هو الايه؟ هو الاوكسيبيتال فرونتاليس. عندك تجاعيد والله لما بترفع حواجبك. طيب يا ماما والله التجاعيد دي ما عندك على الحركه بس، يبقى هتتعالج بالبوتوكس بنسبه 100% وهتتحسن. طيب يا دكتور هو ايه البوتوكس ده؟ يعني ده هيقعد قد ايه؟ بيقعد من 4 لـ 6 شهور. طيب جميل جدا. قبل ما تعمل كده لازم تبقى عارف انت البوتوكس ده عباره عن ايه. حضرتك البوتوكس ده عباره عن امبول 50 او 100 وحده. دول بيقصوا ازاي ال 100 وحده دول؟ هو باودر، بيجي لك الامبول ده في باودر، تمام؟ حضرتك بتحله في ايه؟ في سلايم. حضرتك بتحل الامبول ده في سلايم. جميل جدا، ركز معايا. حضرتك هم 50 او 100 وحده. 100 وحده ده لازم الامريكاني اللي انتوا عارفينه، ال 50 بقى فيه الصيني فيه 50 وفيه 100 وكده. انت حضرتك بتحل في الاغلب بنحل في ايه؟ في 2 مللي. 2 مللي دي يعني ايه؟ يعني السرنجه ال 10 المستورده اللي هي البيلت ان فيها 10 شرط. كل شرطه هيبقى فيها قد ايه؟ لو انا حلل الامبول ال 100 كل شرطه هيبقى فيها كام؟ يعني انا حليت في 2 مللي، كل واحد من ال 10 دول هحل فيه ملي، يبقى كل واحد من دول فيه 50، يبقى كل شرطه من العشرة فيهم ايه؟ 5 ايه يونتس. كل شرطه من 10 فيهم 5 يونتس، كل شرطه من العشرة هيبقى فيهم 5 يونتس. تاني انا بحل في كام؟ بحل في الافريج بتاعي في 2 ملي، او ممكن احل في 2.5 ملي. عندي لما بحل في 2 ملي السرنجه الانسولين اللي هي السنتي دي فيها 10 شرط، كل شرطه من دول هيبقى فيها 5. ليه؟ لان انا حليت ال 100 مللي في 2 مللي، فبقى كل واحد بقى كل سنتي فيه ايه؟ 50. طب اذا انا عندي 10 شرط، يبقى كل شرطه فيها ايه؟ فيها 5 يونتس. طيب دي متقسمه شرط صغيره، متقسمه شرط صغيره، 5 هي شرط صغيره، يبقى كل شرطه صغيره فيها ايه؟ يونت. حلو؟ طيب ممكن تحل، في ناس بتحل في 2، في حل 2.5، تحل في 3 زي ما انت حابب يعني، بس يعني انت من الافريج من 2 ل 3 مللي الحل يعني. جميل ان انت تحل الباودر ده، مفهوم الحته دي؟ طيب
انت بتحل وبتستخدم جزء وبتعين الجزء التاني بتاعك من 2 ل 8 سليزيس، ما تعينش في الفريزر بعدين في التلاجة. يعني القول الفصل ان هو من اسبوعين لثلاث اسابيع، قول الفصل ان هو من اسبوعين لثلاث اسابيع، تمام؟ يعني في ناس بآراء مختلفه، بس القول يعني الاكثر شيوعا اكثر والاقرب للصحه هو ان انت بيقعد من اسبوعين لثلاث اسابيع. حلو. طيب حليت وجهزت الحقنه بتاعتك وهتبتدي تحقن. انا عندي ده هحقن الايه، الفور هيد. الفور هيد اناتومي زي ما حضرتك عارف قلت ان ايه لو سبته فرونتيرز دي عضله كده، طب انا هشيل العضله دي عشان امنع الايه، الفور هيد لاينز. جميل جدا. طيب انا هشيلها ازاي؟ اولا لما تيجي تحقن لازم المعيد يبقى قاعد كده اهوت، او على الاقل يبقى قاعد لك بيرفنديكولار كده وانت تقف قدامه. هتيجي زيادتك زي ما هتعمل كده زي ما انا هعلمك، هتيجي تشوف الميد بيوبيلاري لاين، اطلع فوق من الميد بيوبيلاري لاين، خليها تعمل كده الاول وعلم على اخر رينك اللي انت شايفه، اطلعوا من الميد بيوبيلاري لاين وحط نقطه. يعني اخر رينكل مثلا عندي اهو، اطلع من الميد بيوبيلاري لاين عند اخر رينكل وحط نقطه، دي اول نقطه. طب انا اللاند مارك عندي ايه؟ اهم حاجه عندي ان انا اكون 2 سم فوق الاوربيتال ريم. لازم تحس الاوربيتال ريم سيادتك، هات ايدك كده والاوربيتال ريم مش الايبر، اعمل لي كده حس الاوربيتال ريم الاول واعمل صبعين كده اهو، يبقى دول 2 سم اللي هما الدينجرس اريا. ليه؟ لان انت ساعتها ممكن تحقن في اللور فرونت اليس. طب ايه اللي هيحصل؟ هيحصل توزس للاي برايم. اتفقنا؟ طيب يبقى انت سيادتك هتيجي تقع على الغرفه قدامها، ارفعي، حددت اخر رينكل، اطلع من الميد بيبيلاري لاين، حط نقطه في اخر رينكل شايفه. جميل قوي. 2 سم تانيين حط نقطه. تعالى من الناحيه الثانيه، اطلع من الميد بيبيلاري لاين، اخر رينكل حط نقطه، 2 سم تانيين حط نقطه. الله ينور عليك. جميل؟ جميل جدا. بس كده؟ بس كده. هتعمل ايه سيادتك تاني؟ هتيجي تقف قصادها وتمسك السرنجة كده، وهتخش بنص الحقنة، بنص السن، عشان ما تدخلها. دخلت بسن كله هتلمس البريوستيم والمريض هتقع بالصوت منك ومش هتعرف تحكي. فهتخش بنص السن سيادتك وهتدي في كل بوينت انت حطيتها 2 يونتس. الافريج بتاعك من 2 ل 3 يونتس في كل بوينت انت حطيتها. هي كل الناس زي بعضها مطلقة. احنا بنقول ده الستاندرد. طب ايه تاني عايز تقوله في الفرهيد؟ خد بالك انت كده عملت الميديال بارت بتاع الفرونتاليز لسه اللاترال بارت. في الستات عاده بنسيبه لهم عشان بيبقوا عاملين رسمه زي الثمانيه بتاعه خلقه ربنا. طب افرض في بعض الستات الثمانيه دي مش هتطلع معاك لان عندهم اللاترال بارت قوي قوي، ففجاه تلاقيها بقت عامله كده اللي هي المافيستو ساين، هتقوم مش على قالك الحاجب كده. طب اعرف منين انا بحقن صح ولا غلط ولا هي عايزه لاترال بارت؟ اقول لك على حاجه بلدي قوي، حط ايدك كده واضغط جامد قوي خليها ترفع. انا عندي لاترال بارت قويه، شايفين لاترال بارت عندي، انا مثبت السنترال بارت بايدي وبرفع. اللاترال بارت عملت لي رينكلز ازاي؟ فمعناها ان اللاترال بارت عندي قويه قوي وصحتها فل. يبقى اذا لو انا ما حقنتش اللاترال بارت هنا هتقوم عامله لي ايه؟ مافيستو ساين، منظر مرعب، فتاخد بالك. طب افرض ست المسل بالك، يعني ست كيوت والمسل بالك بتاعها حقيقي وكده، ما تعملش المسل، ما تعملش اللاترا لان هتبقى عامل لها زي المسطر، هيبقى شكلها مضحك. تمام. طيب انت عايز تتاكد اعمل لها التيست اللي انا عملته لك ده. طيب في الرجاله مفيش راجل في الدنيا هتعمل له كده، الرجاله لازم نعمل لها ترانسفيرس. اذا في الرجاله او الستات اللي عندها مسل بالك قوي في اللاترا البارت، وقلنا نعرفه ازاي، او حتى اللي هما مش عايزين يعملوه ويعملوها 8، بقوم طالع في اللاترال بارت. يعني انا عملت النقطه بتاعتي من ميديو بيلوبيلاري ونقطه تانية 2 سم جنبها، هقوم 2 سم لاترال، اقوم حاطط نقطه تانية وحاطط فيها 2 بوينتس 2 يونتس بنفس الطريقه اللي قلت لك عليها. يبقى عشان اعمل فور هيد اعمل اناليس، اعمل يا ماما هو دايناميك بس هينفع مع البوتوكس، هيتحسن كله، هيتحسن كله. اعمل ايه؟ انا عرفت طبعا اللاند مارك بتاعتي ايه، اهم حاجه ابعد عن الاوربيتال فرامينا. ليه؟ ابعد عن اوربيتال فرامينا ب 2 سم يعني كده. طب ليه؟ عشان اللور بارت بتاع الفرونتاليز ماسل لو اتلطش ده حضرتك هيعمل لي توزس الايبراو، يبقى لازم اطلع فوق. طب اطلع فوق 2 سم، طب ازاي؟ اطلع جهات من الميد بيوبيلاري لاين وخليها تعمل، هات اخر لينكل، علم على اخر لينكل، ما تتكسفش، علم في الاول وفي الاخر، علم على اخر لينكل من الميد بيوبيلاري لاين، خش جنبه 2 سم وحط يونت كده احنا ثبتنا. هتخش بنص السرنجه بس وتدي 2 يونت في كل واحده من دول. جميل. الافريج من 2 ل 3 يونت، الرجاله ممكن تزيد ب 4 يونت في المكان. حلو؟ طيب يعني في الافريج انا بعمل 2 يونت في الاول،
في الرجاله ممكن 4 من 4 يونت في كل ايه في كل انجكشن. في الستات خليك الافريج بتاعك 2 ل 3 يونت اقصى حاجه. وبعدين انت معاك ري تاتش بعد اسبوعين، ما تعملش اوفر كوركشن على ماسك فيس بشع. طيب ايه تاني سيادتك؟ حضرتك هتقوم جاي حاطط ايدك كده وخليها تعمل بالمنظر ده كده. لو حضرتك لقيت رينكل زي حالاتي كده، رينكلز في الحته دي كده قويه، يبقى معنى كده ان اللاترال بارت لازم يتحل. طب هعمل ايه؟ هقوم جاي متخرج 2 سم لاترال للايه، تحت الفروكش في الاورب في التمبرال اريا 2 سم لاترال، وتقوم حاطط بوينت ثانيه وتقوم حائل فيها حضرتك. جميل. طيب حلو قوي. يبقى احنا حطينا اللاينز بتاعت الانجكشن. طب افرض واحد بقى اورته كبيره، او واحد اورته كبير قوي، رجاله يعني، واحد زي كده اورته كبير، طب هعمل ايه؟ شايفين اللاين اللي انت حقنت فيه؟ انزل تحته سنتي وحط لاين تاني بنفس الطريقه، وهتدي 2 يونت في كل لاين، من 2 ل 3 يونت في الستات، وفي الرجاله من 3 ل 4 يونت. جميل. طيب اوضحها لك على الرسم كده. شايفين هنا نطلع من الميد بيوبيلاري لاين، وهم حاطط نقطه، المفروض يعني اطلع احط النقطه في الميد بيوبيلاري لاين. هو دي عشان عندها هنا بقى اكسبشن، هي عندها في النص هنا المسل بالك عاليه قوي، فيستحسن اقوم حاطط بوينت هنا. اللي عندهم ميديال المسل بالك عاليه ممكن احط لهم نقطه كمان. تمام. طيب عشان اوريك على الرسم الاسهل، هاجي هنا اطلع من الميد بيوبيلاري لاين على اخر رينكل واقوم حاطط نقطه. جميل. واقوم داخل ميديال واقوم حاطط نقطه. تمام. جميل جدا. اجي الناحيه الثانيه طالع لاخر في المسل بالك لاخر رينكل واحط نقطه، اخد ميديا ل 2 سم احط نقطه. طيب لو راجل او ست عندها مسل بالك، او راجل عنده اللاترال فرونتاليس قويه، هحط له نقطه كمان. طب لو القرعه عريضه هعمل صف ثاني، بس بحيث ان انا افضل 2 سم فوق الايه، فوق الاوربيتال ريم. جميل. بخش بنص السرنجه بدي من 2 ل 3 يونت في كل مره، في كل واحده بتدي، ما بتعملش اوفر كوركشن، خليك في الاندر كوركشن، لان معاك ايه؟ معاك ربنا، معاك الريتاتش، فما تتغرش وتشتغل من الاول زياده هتعمل لك ايه؟ مشاكل. خلاص. فانت لسه معاك ريتاتش، يعني خلي بالك من القصه دي عشان ما تت ايه، ما تتورطش. يعني ست زي دي لما احب احقنها هطلع من البيت بيبلري كده، هروح على اخر رينكل ده واقوم حاطط نقطه، واقوم جاي ميديا واقوم حاطط نقطه، الناحيه الثانيه نفس الكلام. الست دي عندها في النص كتير شويه، ممكن احط لها نقطه في النص كمان. هنزل على الصف اللي تحتها لانها قرتها عريضه، واحط نقط بنفس الطريقه اللي عملناها، اخش بنص السن واحقن 2 ل 3 يونت في كل مكان، واحقن بيربنديكولار، اخش بالسرنجه زي السهم، اكني بحقن بيربنديكولار زي السهم. خلاص. طيب توكلنا على الله. الفور هيد كده تمام، الفور هيد لاينز كده تمام، واصله ولا مش واصله؟ قبل ما انقل بس عايزكم تقولوا لي ضروري قبل ما انقل واصله ولا مش واصله. يا جماعه من ضروري ربنا يصلح حالكم تقولوا لي واصله ولا مش واصله. والنبي ما زال اول مره يا جماعه، هو انا معاكم ولا انتوا ايه؟ ما حد يعني مش هي. طيب اوكي. دي الفرونتاليز لما جه حقنها، الراجل ده قرته عريضه، عملنا له الخطين، هو هنا بقى لك من 1 ل 2 سم يعني فوق الاوربت الريم. تمام. وبتدي تحقن الايه، البوينتس بتاعتك زي ما اتفقنا. خلاص اوكي والنبي ماشي. نيجي نخش بقى على الايه، عن جلابيلر كومبلكس. جلابيلر كومبلكس ده بيتعمل بايه؟ التكشيره الوحشه دي بتعمل بايه؟ بتعمل بعضلتين اللي هما الكوريجيتور والبروسيريس. الكوريجيتور والبروسيريس، الكوريجيتور والبروسيريس يا عم الحاج، اوعى تنسى ربنا يصلح حالك. 2 كوريجيتور وواحد بروسيريس، 2 كوريجيتور وواحد بروسيريس، 2 كوريجيتور وواحد بروسيريس. خلاص. طيب
انا هكشر لك كده. بص معايا معلش، انا شكلي مرعب، انا متاسف والله، بس يعني ايه يعني عشان تشوف. شايف الخطين دول؟ الخطين دول متكونين بايه؟ بالعضلتين دول اللي هما الايه، اللي هما الكوريجيتور. الكوريجيتور دي ليها لاترال هيد عندي برضو اهي، اللازقه في السكين، بس دي بتبقى سوبرفيشال قوي. تمام، ليها عضلتين ميديال، جزئين ليها ميديال هيد، وليها لاترال هيد لازقه في الجلد من تحت هنا. تمام، طيب اللي في النص ده اسمها بوليسيريس. عند بعض الناس بتعمل ترانسفيرس لاين، هو مش عندي يعني، بتعمل ترانسفيرس لاين كده اسمه بوليسيريس ايه مصر. خلاص، يبقى الخط ده كده تمام، والخط ده بيتعملوا بالكوريجيتور سوبر سيل. ليها ميديال هيد وليها لاترال هيد. لاترال هيد زي ما انتم شايفين دي اللاترال هيد بتاعتها. خلاص، جميل جدا. انا بعمل اناليسز اول. كشر كشر يا ماما. الرجاله شايلين مازل بالك بتاعهم بتبقى تخينه قوي، الستات بتبقى ارفع من كده. طيب، وده اللي بيفصل انك ليه الرجاله بتحتاج عدد بوتوكس اكتر، يعني عدد يونتس اكتر من بوتوكس. حلو. طيب هعمل ايه بقى يا عمي؟ اعمل ايه؟ احدد المصل دي ازاي؟ زي ما انا هعلمك كده. خد بالك الصنب والاندكس كده معاك، ايدك هنا على الايه، على الاوربيتال نوتش، هتحس الاوربيتال نوتش حتى كده تحسها. الصنب كده والاندكس اهوت فري، يعمل كده زي ما انا بعمل. خلاص، كلكم تعملوا كده، وتقوم جايب ايدك دي كده وعامل كده. دي العضله اهي، عكشت العضله زي ما بيقولوا اهي. اوكي، الناحيه الثانيه ايدك تحت اهيت، ايدك تحت عند الايه، الثوبرا الاوربيتال فورامينا الاوربيتال نوتش وسوبر اوربيتال نوتش، وايدك الثانيه تقوم عكش. يبقى دي العضله، دي العضله دي اسمها الكوريجيتور ماسل، اسمها الايه، الكوريجيتور ماسل، ميديال هيد اوف كوريجيتور ماسل. عايز تجيب البروسيريس، البروسيريس اهي سهله خالص. يبقى دي ايدك كده، حط سينكس شعلة كده، يبقى انت مسكت الايه، الفور هيد. تعالى هنا بالمنظر ده مسكت البروسيريس ماسل. خلاص، جميل جدا. طيب اعمل ايه؟ اعمل اناليسز. اعمل محشي، اعمل اناليسز. هنعمل اناليسز ازاي؟ زي الست دي كده. الست دي عندها ترانسفيرس لاين واثنين فيرتيكال لاين بتوع الايه، بروسيريس، وعندها برضو اللاترال هيد عامله لي ايه، عامله لي خط صغنطوط خالص فوق هنا. طيب قلنا هنعكش الكوريجيتور ازاي؟ بالطريقه اللي احنا قلناها. طيب احقن ايه؟ هو الراجل حضرتك حاطط لك البوينتس دي. طب البوينتس دي هتحطها ايه وانت ماسك العضله؟ بعد ما تحدد العضله وانت ماسكها، اخاف من ايه هنا؟ بص لي تاني بقى، اخاف من ايه هنا؟ اخاف من الديفيوجن بتاع الديفيوجن بتاع البوتوكس لو حقنت واقل من 1 سم فوق الاوربيتال ريم اللي انا محفظه لك. الاوربيتال ريم اهوت، انا بحقن 1 سم فوق، لو حقنت اقل من 1 سم ممكن يحصل ديفيوجن، يعمل لي توزز بتاع الاي ليد، وده ما وده ايه بقى بتاع الالفا جان وكده، ويبقى رخم قوي والميضه بتتضايق وبتاع. فانت خد بالك عشان في عضله كده اسمها الديبريسور سوبر سيلي صغنونه هنا. تمام، فخد بالك منها يعني. الفيتو سوبر سيلي، سوري. فالعضله دي لما ما تقدرش تفرقها من الكوريجيتور الحقيقي، لما بتطلطش ممكن تعمل توزس هي والميديال بارت بتاع الاوبكلاج والكلاي. فخد بالك من النقطه دي، تمام، انه يحصل ديفيوجن. فدايما ايه، فدايما تحدد الاوربيتال ريم كده وتطلع فوق ايه 2 سنتي، او تطلع فوق سوري سنتي واحد. هتمسك العضله ازاي؟ ايدك كده وتقوم جايب دي كده وتقوم ماسك العضله كده، او الطريقه اسهل خليه كشر، تعال حط ايدك كده وامسك العضله كده، وهو مكشر هتقوم حضرتك ماسك العضله كده وطالع 1 سنتي فوق الاوربيتال ريم اللي ايدك عليه، وتحط نقطه هنا عشان هتحقن هنا. ونفس الكلام هتعمله في الناحيه الثانيه، هترسم خط وهمي من 2 ميد بيوبيلاري لاين، وتحط نقطة في النص عشان ده بتاع البوليسيريس. حلو، مبدئيا ده الكلاسيك. خلاص، لو المريض ده عنده لاترال هيد، هتيجي تحط اللاترال نقطة على اللاترال هيد هنا، وبتبقى غالبا فوق يعني سنتي فوق ولاترال للايه، للميديال هيد، سنتي فوق ولاترال للميديال هيد. هتقول لي الله، طب ما ممكن احقن هنا فرونتاليس لوور بارت واعمل لي توز. اقول لك خد بالك، انا هقول لك هتحقن ازاي عشان ما تجيبش الفرونتاليس لوور بارت بتاعها. حلو، تاني
جلابيلر كومبلكس ممتاز سهوله، مسؤول عنه عضلتين بورسيريس في النص والكيروجيتور سوبر سيلي في الايه الاثنين لاترال بارت. لما العيان بيكشر حضرتك بيظهر له الايه الهوريزونتال لاين بتاع البورسيريس والفيرتيكال لاين بتاع الايه الكيروجيتور سوبر سيلي. طب احدده من عضلتين ازاي؟ ايدك كده على الاوربيتال نوتش وتقوم جاي صبعك الثاني وماسك العضله كده خليه يكشر، حدد النقطه بتاعتك 1 سم فوق الاوربيتال ريم على كل حته، اخرج 1 سم ولاترال. لو عنده لاترال هيد زي حالتي كده لما يكشر شايفني دي اسمها اللاترال هيدا، تحط عليها نقطة تانية ودي بتبقى سوبرفيشال قوي. خلاص هتمسك البروسيريس بتعمل الميجر لاين كده وتحطه في النص. طيب هعمل ايه سيادتك؟ المريض ده انا المفروض بديله كام يونت؟ حضرتك البروسيريس والكروجيتور دي عضلات بالك بتاعها قد كده وعضلات ديب قوي، حضرتك هتخش بكل السن مش نصه زي ما قلنا في الفرونتاليس، كل السن وبربنديكولار للمريض، هتخش في كل السن ماسك البروسيريس كده وحضرتك هتخش في كل السن وخش وما تخافش ميجر لاين ميد بيوبيلر لاين وخش في النص وحضرتك ماسك البروسيريس بايدك خش في النص. هتدي في كل من البروسيريس والكروجيتور الديب بارتس او الميديا بارت بتاع الكروجيتور هتدي من 4 ل 6 يونتس، انا في الستات يعني من 4 او 5، في الرجاله بتبقى 6 يونتس، 6 يونت في كل حالة من 4 ل 6 يونت. جميل، يعني بتبتدي في الرجل ستات 4 وفي الرجاله ممكن 5 او 6. انا قلت لك هتخش ديب وهتخش بربنديكولار وهتخش الحقنه كده. الحته دي لو عنده سوبرفيشال هيد عشان تتجنب اللور فايبرز بتاعت الفرونتاليس حضرتك هتخش تدي تعمل بليب كده اكنك بتحقن انتر دالمر الوبيشيا اريات بليب وهتدي 1 او 2 يونت، يعني بتدي افريج 2 يونت بليب فيها كده بليب انترا دالمر مش سبكوتينيوس ولا ديب ديرمس انترا دالمال. حلو، طيب اذا انا كده قلت الكوريجيتور او كده الجلابيلا كومبلكس والفور هيد. اقول لك الجلابيلا كومبلكس تاني كشر يا حاجه، حددت اثنين فيرتيكال لاين واحد ترانزفيرس، اول لو ما عندهاش ترانزفيرس خلاص. طيب اثنين فيرتيكال لاين عن طريق الكوريجيتور سوبر سيل، الترانزفيرس لاين عن طريق الايه بورسيريس ماسل. جميل جدا، احددهم ازاي؟ الميجر لاين ما بين الاثنين بيوبيميت بيبيلا، يعني نحط نقطه وامسك العضله كده واخش بكل السرنج اخش بكل السن وادي من 4 ل 6 يونت عشان اجيب الكوريجيتور. ايدي على الـ على الاوربيتال ريم وباجي بالاندكس اهو ماسك العضله كده خليها كشر وامسك العضله كده اهو واطلع فوق سنتي فوق الاوربيتال ريم واحط النقطه بتاعتي هنا زي ما وريتك على الصوره فوق بره ولاترال سنتي، احط النقطه الثانيه لو عنده لاترال بارت. هنا بحقن بكل سن العضله وانا ماسك العضله لما اجي احقن امسك العضله كده اهو واخش بكل سرنج وانت واقف بربنديكولار على السن، هتخش بكل السلنجه وتحقن من 4 ل 6 يونتس، من 4 ل 6 يونتس اندر كوركشن بيتر ذان اوفر كوركشن. ماشي، اندر كوركشن بيتر ذان اوفر كوركشن. حلو، والنبي ما تنسى الموضوع ده، اندر كوركشن بيتر ذان اوفر كوركشن، ربنا يستر. طيب انا عايز اوريك الموضوع ده عشان دايما بيفكر المافيستوسايت. اوعى علاج يسترك حد عنده اللاترال بارت بتاع الفرونتاليس قوي تمام وتقوم انت رايح الميديال بس وسايب له ايه اللاترال بارت، هيقوم عامل له كده على طول، هتقوم انت شايف المنظر ده حضرتك اعمل له مافيستوساين منظر مرعب. تمام، خد بالك ربنا يكرمك، اوعى تعمل مافيستوساين، اوعى تعمل كومبليت باراليس بتاع الفور هيد. الماسك فيس ده كتير وحش، كتير وحش. في تكه كده حلوه الست دي، شايفين العضله الجزء بتاع الفرونتاليس هنا؟ طب ده حقنه ازاي من غير ما اعمل توزس؟ ممكن تيجي تحقن في الجزء في الرينكل اللي طالع ده تحديدا، بتخش بنص السرنج او بربعها وبتحقن 2 يونتس فيه وانت ماسك الرينكل بايدك. تمام، طيب اخش على بعد كده على حاجه ظريفه خالص اسمها ايه الكروس فيت. الكروس فيت دي نتيجة عن ايه؟ عضلة الاوربيكولاريز اوكيلاي مصر. نتيجة عن ايه؟ عضلة الاوربيكولاريز اوكيلاي مصر. انا عايزك تتخيل معايا الاناتومي بتاع الاوربيكولاريز اوكيلاي، انها ليها ميديال ولاترال هيد. ليها ميديال ولاترال هيد، ونتخيل الاناتومي بتاعها واللي هي مسؤولة مع مرور الوقت عن الايه؟ عن الايه؟ عن الكروس فيت. الكروس فيت دي غالبا بتبقى ثلاث مجموعات، مش كاملين عند كل الناس ولكن في الاغلب مع الاولد ايج بنشوف الثلاث مجموعات كاملين، بيبدا يطلع ثلاث مجموعات كاملين. طيب انا هوريك بعض الرسومات. الست دي عندها بدايه الثلاث مجموعات، عندها الجزء اللي فوق تمام والجزء الميدوي والجزء اللي تحت اللي نازل على الزيجوم.
تمام. طيب الجزء اللي فوق والجزء اللي تحت النازل على الزبون، شايفين الثلاث مجموعات بتاعه الكروس فيت. طيب احنا عندنا في كل الدنجر زوم بتاعتي في الاوربيكولار جوكلاي ايه اعمل حاجه؟ ايدك معايا هنا، حط ايدك على الاوربيتال ريم هنا اهو، اخرج بره 2 سم. ايدك على الاوربيتال ريم اخرج بره 2 سم. ليه؟ عشان لو حضرتك تليت عن 2 سم او سنتي ونص هيحصل ديفيوجن وهيروح على الميديال، على البارت بتاع الاوربيتال جوكلاي انتر اوكولار بارت، والعين ده يخش في ديبلوبيا بقى وايه وفي المزرق هيقرفك ست شويه، يقرفك يقرفك يعني. تمام، فخد بالك من الموضوع ده. ايدك على الاوربيتال ريم اخرج بره 2 سم، هو ده الايه المكان بتاع الحقن بتاعك. حط ثلاث مجموعات، مجموعه على اللور بوردر بتاع الاي كراير، مجموعه ميد واي، مجموعه ما تعديش الزيجوما. اوعى تعدي الزيجوما، ده تاني دينجرس ساي دينجرس اريا في الكروس فيت. لو عديت الزيجوما هتلطش الايه، هتلطش الزيجوماتيك ميجور او ماينور، ودول المسؤوله هيعملوا لك ايه دروب للانجل بتاع الماوس. المنظر ده منظر مريع، مش عايزك تحط في الموقف ده. فعندي اتنين دينجر ساين، اول واحد الاوربيتال ريم ايدك عليه، تاني واحد اللور بارد بتاع اللور بوردر بتاع الزيجوم. يبقى دول الاثنين دينجرس اريا بتوع الايه، بتوع الكروس فيت انجكشن. طيب هعمل ايه؟ انا حطيت التلاته بوينتس هنا، العضله سوبرفيشال والعضله ويك والعضله ضعيفه والعضله كل حاجه. يبقى الحقن بتاعي سيادتك هنا بليب انترادرمال. انا حطيت ثلاثة يونتس اللي عنده الثلاث مجموعات، بخش بليب انترادرمال وبحقن هنا 2 بوينتس في كل حقنه، 2 يونتس في كل حقنه، يعني حوالي 6 يونتس في كل ناحيه. خد بالك من حاجه، لما بتيجي تحقن حضرتك هتقف عكس اتجاه العين اللي بتحقنها. يعني انا هحقن هنا هقف هنا، هقف على الايد اليمين، هحقن يمين هقف على الايد الشمال، وبتحقن لبره عشان حضرتك اتحركت عملت دي عين، لو ضاعت انت ضعت. تمام، فانت دايما وعشان تافويد الديفيوجن دايما بعد ما تحقن ايدك كده خليها مثلا 10 ثواني لاترال، وهنا بعد ما تحقن خليك ايدك على الماسل اللي فوق كده 10 ثواني، وهنا بعد ما تحقن ممكن ايدك على الماسل كده لفوق 10 ثواني. يعني ده عشان بس افويد الديفيوجن. يعني يبقى هنا عندي الاوربيتال ريم لاند مارك والزيجوما لاند مارك، الاثنين دول اللي هعدي تحت الزيجوم عشان الزيجوماتيك ميجور، ولا هطلع فوق هخش ميديال عن 2 سم. هتقول لي طب يا دكتور اللي عنده تحت تحت الزيجومه رينك اعمل له ايه؟ ما عملوش حاجه، عملوش، ما انا لو عملت له حاجه هضيعه، فده اعمل له ايه بقى؟ عندي حلول. في ناس بتقول لك انت والله ممكن تحقن بليب سيركولار كده على الزيجوماتيك ميجور، وده هي ايه مش معايا لان انا اخاف برضه. تمام، وفي ناس بتقول لك لا، لو انت تقدر تعمل دول سوبرفيشال بالزيجو، لو هم بقوا ستاتيك لاين ممكن اعملهم سوبرفيشال بالفين كده او بالكانيولا بالفيلر، او لو ما كانش ممكن تعمل بقى دي فراكشنال بس ديب شويه، او تعمل ميديم ديب سبيل. والحقيقه يعني حتى لو ما تحسنتش قوي يعني ممكن تعمل ريجوفينيشن كذا مره. تمام، بس بتزود البلس ويتس وانت بتشتغل في الفراكشنال عشان يوصلك لنتيجه مرضيه مع الايه، مع الموضوع ده. خلاص، طيب خد بالك، خد بالك ارجوك، الموضوع ده ما فيهوش هزار. لاند مارك بتاعتك اوربيتال ريم، لاند مارك بتاعتك ثانيه الزيجوما. تمام، لاند مارك بتاعتك ثانيه الزيجوما. طيب النزال المسل سهله خالص، اعمل كده هتلاقي العضله دي بتمسكها حضرتك بتخش فيها بيربنديكولار. خد بالك ايدك كده اهو، هنا في حاجه اسمها عضله اسمها ليفيتور لباس وبيجوز اليك نزاري، لو حصل ديفيوجن عليها توقع الانجل. فانت بتحقن انترا ماسكولار في العضله، كل السن بتخش بيه او نص السن هنا مش كله، وبتدي 2 يونتس فيها. خد بالك، خد بالك ما تحقنش هنا، هنا العضله دي هتقوم عامل ايه دروب للانجل بتاع الماوس. خد بالك، خد بالك ارجوك، ما فيش هزار الكلام ده. تمام، فهتحقن في الايه، في العضله تحديدا زي ما انت شايف، شايف دي، دي العضله هتحقن فيها دايركت. خلاص، لسه ما قلتش الرينكلز تحت العين. تمام، طيب يبقى نزال الماسل هتخش الكونستريكتور باند بتاعها ده، وتخش في العضله نفسها وبتحقن فيه
بتخش بنص السرنجة وبتحقن اتنين يونت اتنين لتلاتة يونت في كل اتجاه. دي اسمها الباني لاينز. طيب جميل قوي. في بعض الناس عندهم انفرا اوربيتال رينكل. انفرا اوربيتال رينكل، طب انفرا اوربيتال رينكل ده اللي هو ايه يا عم الحاج؟ انفرا اوربيتال رينكل ده الكثره الكسر اللي تحت العين، ودي عايزك تفرقها ما بين الفستون اللي هي عندها هايبرتروفيك زي حالاتي كده عنده فستون هايبرتروفيك اوربيكولايز اوكيلاي ماسل، ودي تفرقها ما بين الباج اللي هي الايه البروتروجن بتاع الريترو اوربيتال فات. تمام، بيحصل مع الناس الكبار او مع الفاميليال تندنسي بيبقى عندهم هنا ايه انفرا اوربيتال باجز، وده حل وتجميل يعني جراحي تمام اكتر احسن من بصراحه من الميدو لايبوليسس او الكلام ده انا ما حبذوش، ولا حتى ال الكافيتيشن او الراديو فريكوانسي او كده، يعني الحقيقه هنا يعني حل جراحي افضل يعني. تمام، يبقى العيان اللي عنده كسرات تحت عينه هتقول لها والله احنا ممكن نحقن، تيجي حضرتك تنزل من ميبيو بيلا لاين ينزل سنتي واحد تحت الريم بتاع او الايجي بتاع اللور ليب اللور ليد من ميبيو بيلا لاين، وهتحط النقطه بتاعتك. لما تيجي تحقن هنا تحقن بليب انترا ديرمال انجكشن هتدي 2 بوينت، بشرط ان حضرتك الاول هتعمل ايه سناب تيست. سناب تيست ده يعني ايه؟ يعني زي ما انا هوري حضرتك كده، هتيجي تمسك اللور ليد ده كده وتقوم عامله كده، رجع بسرعه هو عندي يعتبر رجع بسرعه، يبقى ده المريض هيصلح، لو ما رجعش بسرعه يبقى لا يصلح وما تعملوش عشان ما تعملوش ايه اكتروبي، عشان ما تعملوش اكتروبي. تمام، طيب توكلنا على الله. يبقى كده احنا قلنا الابر فيس، بس خد بالك قبل الابر فيس ممكن تجي لك واحده بتدلع عليك تقول لك والله انا عايز ارفع حجبي، حجبي ساقط شويه، حجبي ساقط شويه ده بليفروكاليزيس، ده حله جراح التجميل مش تبعنا. تمام، طيب هو مش بليفروكاليز اللي هو بيجي في الكبار ده، امال ايه؟ تفتكر ده ممكن يكون ايه؟ مش بليفروكاليز، طب ممكن يكون ايه؟ طيب لو هو مع العمر حصل ريزوربشن في الفات بتاع الاي براو وخس وصغر ونزل، ممكن اظبطه بالايه بالفيلر وبحط على البون هنا، وما تخافش مفيش حاجه هنا ايه تخوف قوي غير الايه التيمبرال برانش بتاع الفيشال نيرف، وده انت ما بتجيش ناحيته يعني بيبقى فوق الاي براو الابر ايدج بتاع الاي براو ماشي هنا الاوربيتال التيمبرال برانش بتاع الفيشال نيرف. يعني عاده المريض ممكن يتصلح بالبوتوكس بس من غير ما تحتاج الثريدز او الفيلر. طب انا لو هصلحهم بالثريدز هعمل ايه؟ هاجي على اللاترال بارت بتاع الاوربيتال بتاع الاوربيكلاز والكلاي او الاوربيتال ريم اللاترال بارت، اطلع فوق سنتي واحد بس وهتحط انترا ماسكولار انجكشن نص السرنجه هتخش بيها. تمام، وتحط 2 بوينت. تمام، ولا اليد نفسه ولا مش فاكر من السؤال، هتحط 2 بوينت فوق اللاترال اوربيتال مارجن هنا، هتحط 2 بوينت 2 يونتس في المنطقه دي، هيرفعوا الايه الحاجب لان هم بيعملوا ايه بيعملوا بارشال بريسز لاترال بارت على الاوربيتال اوكلاي، فاللي هيرفع الايه الفرونتالس. طب واحده هجيبها مشعله وعايزه تنزله هنعمل ايه؟ لو واحده هجيبها مشعله وعايزه تنزله هنعمل لها ايه؟ هنعمل لها ايه؟ لو واحده هجيبها مشعله وعايزه تنزله الاول هعرف حاجتين، هو الحاجب كله مرفوع ولا اللاترال بارت بتاعه مرفوع ولا الميديال بارت بتاعه اللي مرفوع؟ عشان احدد انا قلت الديبريسورز عندي ايه؟ عندي ميديال بارت اللي هم الكيرجيتور سوبر سيلي والايه والبورسيليس، واللاترال بارت عندي ايه؟ عندي الاوربيكولار جوكيلاي، هي ذا اونلي لاترال ديبريسور بتاع الايبري. خدها مني قاعدة سواء عندها ميديال او لاترال هتعمل حضرتك الاثنين لو عايز تنزل الحاجب، الا اذا انت واحده عملت لها جلابيلار كومبلكس ولقيت حاجبها حضرتك حاجبها رفع بالمنظر ده. تمام، انت بتعمل لها البركاج وكده حاجبها مصر هترفع تدي بس في الايه في اللاترال فرانتاليز عشان تنزل سناب تيست يا دكتور. يبقى تاني انت هتفرض واحده حاجبها رافع وعايز ايه وعايز تنزله لها سوري عشان احنا لخبطنا، هجيبها رافع وعايز تنزله لها. تمام، طب ايه الاونلي اليفيتور؟ هي الفرونتاليز، يبقى هنا هحقن الايه هحقن الفرونتاليز ماسل. طيب خد بالك انا لما بحقن الفرونتاليز ماسل بالطريقه اللي احنا قلنا عليها وارد شويه وارد شويه خصوصا لو هي عندها جلابيلر كومبلكس تمام ان يحصل ايه يحصل ريباوند داون وورد، يعني الحاجه بتشد على جوه وبتاع بيبقى منظره مش حلو، فساعتها تحتاج
هتضطر تحقن معاه جلابيلر كومبلكس حتى لو هو بسيط. تمام؟ طيب لو واحدة جت قالت لك انا دلوقتي انا عايز ارفع حجمي، انا حجمي حسان ان هو مدلدل وعايز ارفع حجمي، طيب احنا قلنا من اللاترال بارت هرفعه ازاي؟ طب من الميديال بارت هعمل الجلابيلر كومبلكس. بس انا بقول لك على حاجه، سواء قالت لك لاترال او ميديال بارت بس هو اللي محتاج يتحقن، انت بتعمل الاثنين حقيقي. انت لما بترفعه من ناحيه واحده ممكن حقيقي بيشعلق بالمنظر ده، ممكن يعمل لك مافيستو، مفيش اي مانع حتى لو ما عندهاش جلابيلر كومبلكس تعمله، بس بتقلل الجرعات شويه. تمام؟ ما انا بقول لحضرتك اهو هتعمل جلابيلر كومبلكس كمان. تاني لو عايز ترفع الحاجب كله هتعمل جلابيلر كومبلكس واللاترال بارت، لو عايز ترفع اللاترال بارت بس هتعمل لك تطلعس 1 سم فوق الاوربيتال ريم هنا، وهتحط السرنجه بتاعتك نصها وتدي 2 يونتس، هترفع لك الايه؟ هترفع لك اللاترال بارت، الفرونتالز بس اللي هتشتغل. بس خدي بالك، خدي بالك ما تكونش المريضه دي عندها حاجتين، ما عندهاش جلابيلر كومبلكس قوي وانت تسيبيه يبقى لازم تعمليه ساعتها، وما تكونش تيجي تعمل لها التست ده وتلاقي عندها اللاترال فرونتالز قويه قوي تقوم مش على قالك الحاجه اللي عامله لك المنظر بتاع المافيستو ساين كده. تمام؟ يبقى لازم ايه ساعتها هتدي ان شاء الله يونت واحده في الفرونتالز هنا عشان ما يتشعلقش قوي الحاجه. تمام؟ طيب يبقى احنا قلنا الابر فيس سريعا كده، الابر فيس عشان الباقي اللي جاي كلام فارغ يعني. تمام؟ اقول لك الابر فيس سريعا كده تاني. اول حاجه انا بحقن فرونتالز، فرونتالز دي اللي هي ايه؟ الفور هيد لاينز. هتيجي تلعب كده عند الفور هيد لاينز. طيب الاول بتبقى ستاتيك دايناميك، بعد كده تبقى ستاتيك. لو لحقتها عند الدايناميك خير وبركه، لو ما لحقتهاش عند الدايناميك يبقى انا بقول للمريض ان الستاتيك ده يتحسب بنسبه 50% او 60 او 70%، والباقي ده ممكن نعمله بالفيلر او نعمله بالفراكشنال ليزر او البيل او ايفر. طيب انا بعمل ايه؟ برجع واقف قدام البربنديكولار، اخد خط من البيت بيبيلاري لاين، اطلع فوق لاخر رينكل احط النقطه بتاعتي، اخر رينكل مع البيت بيبيلاري لاين احط نقطه، اخش ميديال 2 سم واحط نقطه، اخش بنص السرنج ادي 2 يونت في كل نقطه انا علمتها. حلو؟ طيب هو بس كده؟ لا، لو واحده عندها اللاترال فرونتاليس قويه، وده هعرفه منين؟ حضرتك هتيجي قبل ما تعملها تحط ايدك قوي كده توقف الميديال فرونتاليس وتخليها تعمل كده، لو هي رفعت لك اللاترال فرونتاليس يبقى لازم اللاترال فرونتاليس تتحقن. هو حاطط واحده لاترال وهم داخل، طب انت ما بتحقنش اللاترال فرونتاليس من الاول، لان الرسمه الطبيعيه بتاعت الحاجب في الست هو شيء 8 خفيفه كده والستات بتحبها كده، بس هي لو عندها الفرونتاليس دي قويه قوي هتقوم رفعها لي كده لو انا ما حقنتهاش اللي هي اللاترال، وتعمل لي مافيستو ساين شكل مرعب الحقيقه. حلو؟ طيب في الرجاله كده كده بعملها عشان ما تعمليش ايه، ما يبقاش الحاجب ترانزفيرس وشكله بيبقى شويه في الرجاله، لازم اخلي الحاجب ترانزفيرس عشان لو انا عملت الحاجب 8 في الرجاله يبقى شكله ويرد شويه يعني. تمام؟ طيب لو حد اورتو كبيره زي حالتي كده هنزل خط صد تاني، خط تاني تحت الخط الاولاني وبحقن بنفس الطريقه، مع العلم ان انا عندي دينجرس اريا، دينجرس اريا اللي هي ايه؟ 2 سم تحت من فوق الاوربيتال ريم، وده بعملها بالصابعين كده. ليه؟ عشان لو حقنت اللور بورتر بتاع الفرونتيلز تعمل لي دروبنج بتاع الاي براي، وده ما بيصلحش في حاجه للاسف، يا اما تدي نيو ستجمين يا اما تستني شهرين كده على ما يفك. حلو قوي. طب عشان اعمل جلابيلر كومبلكس اهم حاجه اقول جلابيلر كومبلكس ده بروسيديوس واثنين كوريجيتور، احددهم ازاي؟ اجي عند البروسيديوس ميد بيبيلاري لاين خط وهمي واقوم ماسكها بالمنظر ده، بخش بالسرنجه كلها وادي من 4 ل 6 يونت. بيجي عند عشان احدد الكوريجيتور ليها ميديال هيد زي ما انت شايف كده، ولاترال هيد هي اللي بتعمل لي الاثنين لونجيتيودن لاين دي عشان هي ايه بالعرض. بقوم حضرتك حاطط ايدي هنا كده والايد الثانيه على الايه؟ على الاندكس اللي فري، هيقوم جاي ماسك العضله كده وهو ايه مكشر. بعد ما المريض يفك التكشيره هناك هتحط يونت النقطه بتاعتك هنا والنقطه بتاعتك في الناحيه الثانيه بالظبط زيها، وهتخش بكل السرنجه وانت ماسك العضله، بس اهم حاجه تكون سنتي فوق الاوربيتال ريم عشان ما يحصلش ديفيوجن وتعمل لك توزس بتاع الاي ايليد. هتخش كده بكل السرنجه وتدي ايه من 4 ل 6 يونت. لو انا عنده اللاترال هيد خفيفه كده بس هنا بتحقنها بليب، ليه بليب؟ عشان اللور بورد اللور فايبرز بتاعت الايه فرونتاليز، وعشان هي عضله سوبرفيشال وبتدي 2 يونتس بس. اوربيكولارز اوكيلاي هي اللي تعمل لي كروز فيت، خد بالك انت الميديا الاوربيتال ريم اهوت اخرج بره 2 سم هتحط النقطه بتاعتك. احنا عندنا ثلاث مجموعات، في مجموعه على الاي براو ومجموعه ميدوي ومجموعه على الزيجوم، هتحط 2 يونت في كل ايه في كل حته. هنا بتخش حضرتك بليب عشان العضله سوبرفيشال قوي، اوعى تخش اقل من 2 سم من الاوربيتال ريم عشان ما تعملش ديبلوبي. عندك هنا الزيجومه، الزيجومه دي هي الاند مارك عشان لو نزلت تحتها هتلطش في الزيجوماتيك ماينور وميجور ودول يعملوا لك دروبنج الانجل بتاعت الماوس.
هنيجي ناحية اللور بارت بتاع الاوربيكريز وجلاي نعمل سناب تيست الاول. لو الجلد رجع بعد ما شديته كده على طول يبقى ده ممكن اعمله مش هيحصل له اوربيكولار، مش هيحصل له اكتروبيان. هخش بالسرنجه بليب هنا 1 سنتي او 1.5 سنتي من البيبيلاري لاين. حلو. النيزاليز ماسل بيخلي عشان اعمل له البروز الباني لاينز وخليه يعمل كده وامسك العضله بايدي وبخش فيها انترا ماسكولار عشان ما اجيبش ايه اوعى خد بالك من ديفيوجن يحصل لللاترال بارت هنا عشان بيجيب لي ايه الليفيتور ليبرس فيروس الكنوزاي. حلو حلو. لو واحده مناخيرها عندها كده ايه من الدلدله دلدله خفيفه مش دلدله تدعي التصليح بالفيلر تمام، يعني دلدله خفيفه كده اغلبنا على فكره كده يعني تمام عشان اعدلها اعمل ايه. هاجي اخش شايفين السبتون دي، هاجي اخش بالسرنجه بتاعتي بكل النيدل بخش بيها كلها في السبتون في المكان ده كده وبدي من 2 ل 4 يونت بتعدل لي على طول الايه الدروب تيب ده بتعدلهولي على طول. على فكره هو مع العمر كمان ساعات بيحصل له ايه دروبينج تمام، لكن لو في بقى نوتش والنوتش هنا لازم يتصلح بالفيلر. لكن انا بقول لك يعني لو هو بس على قد ان هو دروبت كده وتشوف الاول بالبوتوكس يتصلح وترفع تمام اوكي، ممكن تدي الالانيزاي هنا برضو ايه تدي انترا ديرما كده بس خليها دي يعني بعيده شويه يعني دي زياده شويه دي لما تبقى يعني بروفيشنال. طيب الجامي سمايل، الجامي سمايل ده بقى الشغل كله بتوع اسنان بيشتغلوا شغل يعني بقى، وهي برضو من الحاجات اللي بقت بتيجي وبتطلب كتير قوي. ايه الجامي سمايل؟ هي مريض الليثه بتاعته باينه لما بيضحك مؤرقه وما بيقدرش ايه يتعامل مع الناس والموضوع تعبه جدا. طيب هو حضرتك والله ال اوريك الصوره دي بالمره يعني بس عشان نشوف النزاليز الدايليتور كونستريكتور بارت بس خلاص. طيب قبل ما اقول الجام سمايل الامور كده واضحه يا جماعه مفيش فيها مشكله، قبل ما اقوم الجام سمايل ربنا يكرمكم والامور واضحه اعتقد يعني تمام ولا ايه؟ يعني ممكن حد بس تعرفوني الامور واضحه؟ مش عارف انتوا سامعيني اصلا ولا ايه ولا بقول الصبح مثلا يكون كل ده مش واصل. يا جماعة سامعيني يا جماعة؟ تسجيل الأنف وتدبير الأنف واضح. طيب الحتة بتاعت ما انا قلت لك الليلة بقى ممكن تحقنيها انترا ديرمال، بس هو الليلة دي يعني ما تخليهاش دلوقتي يعني خليها شوية بعد في الآخر يعني، بس ممكن تعمليها انترا ديرمال بس الايله تعمليها انترا ديرمال لو حب. طيب جميل جدا. اعمل الجامي سمايل ازاي؟ اعمل الجامي سمايل ازاي؟ دي عيانه لا تضحك الليثه بتبان. طيب ايه اللي مسؤول عن الاليفيشن بتاع الليب كده؟ الاليفيتورز بتاعت الليب اللي هم ايه؟ ليفيتور لبيوس وبيلوز الكنزاي ليفيتور لبيوي او سوبريوز زيجوماتيك ماينور زيجوماتيك ميجور ليفيتور لبيوي سوبريوز اليك نزاي ليفيتور لبيوي سوبريوز انا قلت لك انترا وزيجوماتيك ماينور وزيجوماتيك ميجور. طيب جميل جدا. احنا عندنا العيانه دي لما بتضحك في عيانين عندهم سنترال بارت اللي بيبان من الجم، في عيانين عندهم اللاترال بارت اللي بتبان من الجم، في عيانين بيبان عندهم السنترال بارت وفي عيانين من اللاترال بارت وفي عيانين بيبان السنترال واللاترال بارت. طب السنترال بارت ده مسؤول عليه ايه؟ مسؤول على الليفيتور اللي بيعيش في الليوليز اليك نزاي، واللاترال بارت ده مسؤول عليه ايه؟ مسؤول عليه حاجتين الزيجوماتيك ميجور وماينر ده الاوتر لاترال بارت، والانر لاترال بارت مسؤول عنه الايه؟ الليفيتور الليفيتور انجل اورس او الليفيتور اللي بيعيش في الليوليز اسمها كده الليفيتور انجل اورس او الليفيتور اللي بيعيش في الليوليز. يبقى الليفيتور اللي بيعيش في الليوليز اليك نزاي الليفيتور انجل اورس او الليفيتور اللي بيعيش في الليوليز تمام، وفي عضله زيجوماتيك ماينر وميجور. اللاترال بارت خالص في انر واوتر بارت، الانر مسؤول عليه الليفيتور اللي بيعيش في الليوليز، الاوتر زيجوماتيك ميجور وماينر. الموست ميديال بارت هنا مسؤول عنه ايه؟ الموست ميديال بارت مسؤول عنه ايه؟ مسؤول عنه حاجه اسمها ليفيتور اللي بيعيش في الليوليز اليك نزاي، مسؤول عنه اسمها ليفيتور اللي بيعيش في الليوليز اليك نزاي اللي هي عامله كده ليفيتور اللي هو الصوت فعلا مش واضح
ليفيتور لوبال سوبر يوز اليك نزاي ليفيتور لوبال سوبر يوز او ليفيتور انجل اولز وبنين زيجوماتيك ماينور وزيجوماتيك اي ميجور. حلو. طيب المسؤول عن السنترال بارت ليفيتور لوبال اليك نزاي ليفيتور لوبال سوبر يوز انر لاترال بارت الاوتر لاترال بارت زيجوماتيك ميجور وماين. حلو. واضح الصوت؟ ماشي. عشان احكم السنترال بارت هعمل ايه؟ شايفين الايله؟ انزل تحت الايله داون مورد ولاترال سنتي حط النقطه بتاعتك. حلو. حلو. طب عشان احقن اللاترال بارت خلي المريضة يضحك المريضة تضحك هتيجي على اخر حتة من الضحكة في الميد ويت بتاع النيزو ليبيا القوط هتحط نقطة النقطة التالتة هتحطها فين؟ اوتر بارت وابر سنتي ولاترال من الايه من النقطة التانية هوريك على الرسمة سهل. اول نقطة شايفين الانن ازاي هتنزل تحتها داون وورد ولاترال سنتي وتحط نقطة طيب خليها تضحك في اخر حته من الضحكه في الميد نيزوليبيا فولد هتحط نقطه هتطلع منها ابورد ولاترال سنتي وتحط نقطه دي التلات نقط بتوع حقن الايه بتوع الحقن الايه الجامي سمايل سهله تعملها بكره لو هي عندها سنترال بس هداك هتحقن دي بس لو هي عندها لاترال بس هداك هتحقن الاثنين دول بس لو هي عندها الاثنين هداك هتحقن التلات اماكن دول حلو بتخش بيربنديكولار في العضله نص السرنج او تدي 2 يونت في كل واحده يعني 2 2 2 6 في كل حته تمام تاني يبقى انا لو عايز احقن الليفيتور اللي بيعسو بريوز اليك نزاي بتاعه السنترال بارت هقوم جاي بتاع داون وورد من الايله داون ولاترال واحط نقطه سنتي واخد اخر واحده من الضحكه تمام وهو واقف طم واحط نقطه واب ولاترال واحط نقطه وبخش بالسرنج نص السرنج كلها نص السرنج واحقن 2 سنتي 2 يونت في كل ايه في كل واحد ودي 2 يونت في ايه في كل واحد حلو حلو اه جميل قوي هو ايه النت الفيديو واقف ولا ايه يا جماعه والله ما كنت عارف بقى بصراحه بقى الموضوع النت ده بشع مش عارف ان شاء الله الصوت واطي قوي دي على عيني بقى ما زمايلكم يقولوا الصوت كويس مش عارف ممكن من عندي فيه بقى يا دكتور طيب لما تيجي بتحقن من تيلز ماسل هي مسؤوله عن الجود رانج ابييرنس الناس اللي بتعمل كده عندها الجود رانج ابييرنس لما بتبقى مع الحركه بس باجي اعملها عندي 2 بوينتس بخش فيهم اللور الموست لور بارت جاست اباف المند البروميننس بتاع المندبل بحط الايه نقطه يمين ونقطه شمال وبخش بكل السرنجه بتاعتي وبدي 2 يونت هنا و2 يونت هنا تمام زي المنظر ده كده الحاله دي بتيجي كتير اليومين دول هتيجي على اللور موست بارت بتاع البروميننس بتاع المندبل وبحط نقطه يمين ونقطه شمال وبخش حاضر يا دكتور علي وبخش ايه 2 سنتي و2 بخش بكل السرنج اودي 2 يونت و2 يونت جميل طيب عشان اجيب ال 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 الديبريسور انجل اورز اللي هي بتاعه الماريونيت شايفين الديبريسور انجل اورز اهي خلي بالك منها العضله دي خد بالك لا تحقن هنا الديبريسور لباي انفيريورز مش عايزين نحقنها دي المنتاليز اللي بنعملها والديبريسور اللي بيا انفيريورز انا عايز احقن هنا بتاع الماريونيت الديبريسور انجل اورز تمام اوديك حاجه كده يعني كده مش كده كده هتمسكها ايدك اهي يعني كده هتمسكها ايدك اهي على اللور موست بارت بتاعتها هتحط يونت ويونت هتخش بالسرنجه كلها زي ما بنحط الفيل على البوم كده تخش بالسرنجه كلها وتحط 2 يونت و2 يونت هتعمل كده مش كده كده دي عشان تجيب وسيط كده وهتطلعها على ال2 بوينتس هتخش بالسرنجه كلها وتدي 2 يونت في كل واحده حلو حلو قوي عشان دكتور علي هنقول لها اقول لك كوسه بقى دلوقتي هنقول لها هل انتوا بتبص عشان يعني انتوا ايه اللي مش فاهمينه في يعني دلوقتي هو وصل اصل هو ده رياضه البوتوكس ما فيهوش سنس يعني واحد رياضه تساوي اتنين يعني ممكن تحقن بكره يعني تمام
فايه اللي مش فاهمينه في البوتوكس تاني عشان يعني فضلنا خمس دقايق كده نعيد فيه اللي انتم مش فاهمينه في البوتوكس. فيعني لو انتم مش عايزين حاجه عشان يعني نقولها بس عايز اوريك مكان الحقن بتاع مكان الحقن بتاع خبر ده مكان الحقن بتاع الديبريسور انكلوز. اوكي ماشي يا جماعه معايا ولا مش معايا؟ قلت بس والنبي يعني ايه انا مش عارف هو يعني حبيبي احمد. طيب طيب حاضر يعني كل مجموعة على الجامعة اسمايل. الجامعة اسمايل دي ايه اللي مسؤول دي اللي تعمله بالفيلر ولا البوتوكس؟ طيب الجامي سمايل الجامي سمايل ايه المسؤول ان اللي بتترفع الليفيتور اللي بيغير سوبيريوز اليك نزاي؟ ماشي يا جماعه بعد اذنكم هو بس لو حد بيقوم ساعه ال الجامي سمايل ويرجع عايز يسمعها مش هقولها لكن هو مش فاهمها دي حاجه ثانيه. الليفيتور اللي بيغير سوبيريوز اليك نزاي هي دي عضله جايه من اللور بوردر بتاع الاوربيكولار زوكيلاي والمجزله وماشيه تحت هنا وترفع الميديال بارت بتاع اللب وعضل اللي جنبها ليفيتور لبراي سوبيريورز او ليفيتور انجلورز دي بترفع الانجل وفي عضلتين تانيين اسمها زيجوماتيك ماينر وزيجوماتيك ميجر خلاص ودول اللي بيرفعوا الانجل لبره. جميل قوي. الناس دي يا اما عندها السنترال بارت كنتور بتاع الخد ايه انا بشرح بوتوكس انا هقول الفيلر عشان اخلص بقى الجامي سمايل عشان اخلص الجامي سمايل. زي ما قلت لك الليفيتور اللي بيعي سوبيريورز اليك نزاي ودي العضله اللي جايه بالمنظر ده وبترفع دي. طب عشان الناس دي عندها ميديال بارت الميديال بارت ده اللي هو بحينه ازاي داون ولاترا من الايله 1 سنتي وبيخش كل السرنجه واحقن ايه واحقن 2 يونتس. طب لو عين عنده اللاترال خليه يضحك قوي ويجي من اخر حته في الضحكه متوازيه مع النص يعني متقاطعه في الميد واي في النيزوليبيال فولد وابر ابر ولاترال 1 سنتي وحط نقطه ثالثه. دول الثلاث حقن الثلاث حتت بتاعه الحقن. لو هي سنترال بس بحقن الليفيتور اللي بيعسو بيروز اليك نزاي. لو هي لاترال بحقن الاثنين الايه التانيين دول. خلاص انا هوريكوا على الصوره ده المنظر ده البوينت بتاعت الحقن تمام داون وورد ولاترال. هنا بحط البوينت بتاعتي وبحقن 2 يونتس وهنا لو هي عندها سنترال بارت عندها لاترال بارت دي اليونت بتاعت الثانيه اخر حته في الضحكه مع تقاطعا مع الميد نيزوليبيال فولد وهنا ابر وورد ولاترال 1 سنتي بحقن الايه بخش بنص السرنجه او بكل السرنجه يعني سيان وبحقن اللي كل اللي البوتوكس تاني واحد 2 يونتس في كل اتجاه تمام. طيب طب ما نعمله بالفيلر يعني انا ايه اللي خليني اعمله؟ انت دلوقتي انت لو جيتي على المسيطر او جيتي على عملتي الزيجوماتيك ميجور هتعملي فيه مشكله بقى في الماستيكيشن وهتعملي فيه مشكله في تعملي دروب في الانجل بتاع الماوس. ما تعمليها بالبوتوكس بالفيلر احسن يعني واسهل الف مره ان اعمل كنترول بالفيلر يعني ايه اللي خليني اعمل البخ يعني تمام. طيب كده الحقن البوتوكس تقريبا اغلبه يعني خلص. اعتقد الامور يا ريت تكونوا مستوعبينها.
المشاكل عندي دروباكس يعني الحقيقه قليله قوي في البوتوكس، يعني اليرجي نادر انه يحصل، تروما بقى والتروما تعمل لي ماينور بروز او الكلام ده، كل الكلام ده ما فيهوش اي مشكله. عندي مشكلتين، يا دروب بتاع الاي براو يا دروب بتاع الايه الايليد. لو دروب بتاع الايليد ممكن الالفا جان دي 5 مرات في اليوم، الالفا جان 5 مرات في اليوم لمده اسبوع. لو عندي لو في دروب في الـ في الـ في الـ upper eyebrow بحقن بيبقى صعب، الالفا جام مش هتعمل نتيجة. بدي نيوستجمين بس للأسف ممكن نضيع كل البوتوكس، ممكن بقولها تصبر بس لمدة شهر أو شهرين. لو احنا اتبعنا القواعد اللي احنا قلناها دي بإذن الله عمرنا ما هن لو احنا اتجهنا القواعد دي عمرنا ما هنغلط باذن الله، وعمرنا ما هي ما هن ما هن ما هن يحصل لنا معنا توز سواء الاي براو او الايه او الليب توز. الفكره ان حضرتك قبل ما تعمل اللور فيس يستحسن تعمل الابر فيس. انا عارف ان في الاوربيكولار كلاي وعارف ان في النيفرتيت لوك والكلام ده، بس كله مش هتعمله الا لما تعمل الابر فيس. يعني هو الابر فيس والميد فيس انت تعمله من الاول، بعد كده ممكن تعمل اللور فيس. الماريونات والمنتاليز ما فهمش مشكلة، يعني الأوبركاز يعني الفيرتيكال لاين دي خليها ما تعملهاش دلوقتي. الباقي كله ممكن تعمله من بكرة، يعني بعد ما تسمع الكلام ده كويس وتحفظه كويس تقدر تشتغل براحتك. وأنا مبسوط أني كنت معاكم وأشوفكم بكل خير إن شاء الله، تصبحوا على خير بعد إذنكم. السلام عليكم.